الأرقام بصراحة بتتصرف ضد مرسي، يبقى خلاص. هي ما بتتصرفش ضده، هي بتحافظ زي ما جه في البيان ان هي بتحافظ على مسؤوليتها، مسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب الشعب العظيم. ده كلام مطاط، انما هي بتحافظ على الشرعية ولا على الشارع؟ انهي فيهم؟ لازم تحدد في فرق من طب ما هي الغرزين. ممكن تكون شايفه ان بالخروج ده ان الامن القومي ايضا بيتهدد، يعني اذا ما كان، انا مع حضرتك في النقطه اللي بتقول ان احنا لو نزلنا، لو اسقطنا مرسي دلوقتي ده بيضر بالامن القومي، وايضا هذا الخروج بيضر بالامن القومي. يبقى القوات المسلحه يجب عليها تتصرف التصرف الحكيم اللي يتناسب مع قوتها ومقدارها. اللي هو انا اقترحت عليه، حضرتك قلته ان هي ترجع للشرعيه، تنحاز للشرعيه. ده من ناحيه المبدا، لكن في اجراءات تنفيذيه ممكن تتعمل. يعني ماذا يحدث لو السيد الفريق اول السيسي عين رئيس وزراء باستشاره مرسي طبعا من العسكريين، عشان يقدر يقود المركب في المرحله الخطيره اللي هي الجميع فقد السيطره فيها، المؤسسه الوحيده القادره على السيطره النهارده المؤسسه العسكريه. ماشي، رئيس وزراء يطلع النهارده المؤسسه العسكريه يضبط الامور بتاعه الحكومه الداخليه. طب ده ممكن يحصل، ممكن يحصل، ما هو اداهم مهله، اداهم مهله اسبوع ما تصرفوش، اداهم مهله 48 ساعه. انا ما اعرفش هيعمل ايه، انا اللي هتصرف بقى. لكن انا طلبت منه هذا الكلام. تاني حاجه، الانحلال اللي فيه الشرطه والفساد اللي فيه الشرطه اللي وصل لاقصى درجاته، ان بيسبوا الدين لرئيس الجمهوريه في اجتماعاتهم الرسميه، مش بكلم حضرتك واحد في الشارع، اجتماع نادي ضباط الشرطه واقفين بيسبوا الدين لمرسي لرئيس الجمهوريه اللي هو القائد الاعلى بتاعهم. هل يعقل في هذا في اي دوله في العالم ولا في يعني اذا ما كنا يعني اكيد بنعترض على طريقه التعبير عن الغضب، ولكن داخل المؤسسه الشرطه ايضا ربما يكون هناك الكثير مما دفعهم لهذا، يعني هذا بيحدث ليس فقط في الاجتماع اللي حضرتك قلته، ولكن ايضا في جنازات الشهداء. ماشي، لكن لا يجوز، في نظام دستوري في البلد يجب ان نتبعه. انا شخص منضبط، انا ضابط شرطه، عشان كده بقول الاجراء الثاني اللي اطلب من الفريق السيسي يعمله، يعين وزيرا للداخليه احد ضباط القوات المسلحه. يعني لرئاسه الوزراء وللداخليه. ليه؟ انا مش عنادا في الداخليه والله، على عيني وراس كلهم فوق، لكن هم اثبتوا ان هم عاجزين عن السيطره، زائد ان هم مناوئين للنظام. يتعين ضابط احد ضباط القوات المسلحه المشهود لهم بالكفاءه وبالامانه، ومعاه 50 او 100 واحد من داخل القوات المسلحه، يروحوا معاه يعاونوه في الداخليه لمده محدوده، وبكرر لمده محدوده، بعدها يتفضل يرجع تاني تكون داخليه انضبطت وتم السيطره عليه وكلام. اما ان احنا هنفضل زي ما احنا كده، حتى يعني هندخل في حرب اهليه فعلا، وهندخل في دم كتير قوي قوي ما احناش قده، وهتتعطل التغيير اللي هم عاوزينه. قال لك عاوزين نشيل رئيس وحط كل الكلام ده، هتعطل 6 شهور او اكتر من 6 شهور. طيب حضرتك كيف ترى نظرة الخارج، أو خليني أخصص الولايات المتحدة الأمريكية، لما يحدث؟ يعني نيويورك الرئيس أوباما في الأول قال أنه بيظهر بيبدو قلقه مما يحدث في الأوضاع، وبعد كده قال أنه هو ما بينحازش لطرف ضد أي طرف، هو يعني مع أن المسار الديمقراطي يأخذ طريقه. الصحافة هناك أو النيويورك تايمز مثلا قالت أن إدارة مرسي تفاجأت بالخروج، وقالوا أن هم البنتاغون قال أن هو بيدرس البيان بتاع القوات المسلحة. يعني شايف إزاي نظرة الخارج لما يحدث في مصر؟ أنا طلعت بالليل، حوالي كان الساعة 1 أو 2 بالليل، أحد بيانات الإدارة الأمريكية أنها مع الشرعية في مصر، مع الشرعية في مصر، ما قالتش أن هي لا مع الثورة المضادة يعني ولا مع، قلت انا مع الشرعية. ده بيان واضح ان هي ترى وتقدر ما سنقبل عليه احنا من مآسي لو الشرعية دي اتكسرت. من خلال الشرعية شيلوا مرسي، شيلوه ورموه في في اي حتة. يعني لو رئيسنا. لكن خلال شهرين ممكن تعملوا هذا الكلام، ليه رافضينه؟ حد بس عقلاني يقول لي ليه رافضينه وعاوزين لازم اشيله بالذبح؟ ليه؟ أنا يعني اسمح لي يا فندم، أنا بستدعي الكثير من المواقف التي تتكرر الآن. ما احنا كنا بنقول طيب وليه ما نستناش على مبارك لغاية شهر 9؟ مبارك غير مرسي. مرسي جه بإرادة شعبية وبانتخاب نظيف وحر ونزيه وكلنا اشتركنا فيه. مبارك كان قاعد على قلبنا 30 سنة من غير انتخابات حرة ونزيهة، كانوا بيضربوا الناس، كان وكان هو كتر خير و... لا هو كتر خير، كان بيوقع كل ال كان رايحنا من الانتخابات. طب عايزة أقول لحضرتك إن وكالة الأناضول يعني في أحد الأخبار اللي جت فيها بيقول إن الجيش رفض طلب أمريكي ببقاء مرسي رئيس رمزي. أنا كمواطن عادي لما أشوف يعني خبر زي ده هقول إلى أي إيه ده؟ هقول إيه ده؟ لا هي ما تجيش كده، يعني أنا برضه لو أكمل لحضرتك التخيل بتاع حل الأزمة إزاي يمشي بعد تعيين رئيس وزراء ووزير داخلية، يكون في نوع من الديل أو الاتفاق
بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس مرسي، بحيث أن خلال فترة معينة الرئيس مرسي يلتزم أنه هيقدم استقالته أو شيء من هذا القبيل أو يخرج من المسرح السياسي. يبقى هذا الكلام احنا حافظنا على الشرعية وتجنبنا الدم وغيرنا مرسي وجا الناس اللي عاوزين يجوا بداله من غير ما نعمل اضطراب في البلد ومن غير ما نعرض البلد للمخاطر بتاعت افشال الدولة اللي هي بيسعى عليها العدو بتاعنا. افشال الدولة، عاوزين دولة اللي هي نوع الحرب الرابعة اللي بيسموها، ان الدولة تبقى فاشلة مفيش بنزين ومفيش صور ومفيش كلام، والدولة لازم تسقط في الآخر. هو ده هدف، عاوزة اسقاط الدولة والله، ما هي عاوزة ابدا مرسي ولا عبد السلام. حضرتك شايف ان جماعة الاخوان المسلمين يمكن ان تتوافق او تتفق مع حضرتك في الكلام اللي بتقوله وتتخلى عن وصولها للسلطة بعد ما يعني وصلت اليها بعد زمن طويل؟ وانا شايف ان هي مثلا ايه في بداية الاجراءات اللي بتاخدها مع ممارستها السياسية تثبيت نفسي في السلطة. لا طبعا ده الكلام بتاع القنوات العميله دي، احنا بنقول الكلام اللي بيتوارد على السلطه، عاوزين يثبتوا نفسهم، عاوزين ياخونوا، عاوزين يعملوا الكلام ده، كلام بتطلعوا الشركات المختصه بتاعت اللي بتدير الانتخابات الامريكيه. كيف اشوه العدو بتاعي، كيف يشوه المرشح الاخر ويلمع المرشح بتاعه. والفلول عشان حضرتك تبقى عارفه، من حوالي اكتر من 8 شهور احدى زوجات الفلول استدعت لمصر احدى هذه الشركات واجتمعت بيهم في فندق نبيله وادت لهم شيك ب 10 مليون دولار، شيك تعاقد. عشان ايه؟ عشان كيف يسيء الى الاخوان في داخل المجتمع المصري. ومن ساعتها بدات الشركه